السلام عليكم الناس، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنى تكونوا بخير وعلى خير. اليوم رجعت لكم بوصفة أخرى، هي وصفة إيطالية، الباذنجان بطريقة إيطالية. فاليوم غادي نوريكم هذه الطريقة. فكناخدو الدنجال ولا الباذنجان على الحساب، على كل واحد والقدر ديالو. فانا استعملت هنايا 3 تاع الدنجالات او الباذنجان، باذنجانات استعملت 3 وفرغتهم من الوسط ديالهم. فانا خليت وحده هنايا ديجا خدمتهم هكا، فرغتهم وانا نوريكم كيفاش فرغتهم. فالطريقه ديالهم ديالها انا كنضرب بحال هكا. نتمنى تكون واضحة الطريقة ليكم وما كنوصلوش نضربو لتحت، كنضربو غير هاد البابة الفوقانية. فكنخوي على هاد الطريقة، هانتوما كي كتشوفو هانتوما. فانا خويتها على هاد الشكل هذا، هانتوما كتشوفوا ما وصلتش هنا لتحت نهائيا باش يبقى ضيقه. فلهاد الوصفه تاع الباذنجان كنحتاجوا لهاد اللب تاع الباذنجان، فهو ما كنلوحوش. غادي نحتاج واحد الكميه ديال الكفته، نتوما الكميه ديال الكفته كتستعملوها على حساب الباذنجان. انا عندي هنايا 3 ديال الباذنجانات، فانا استعملت تقريبا واحد الكميه ديال الكفته، نتوما وعلاش قديتو. خدت هذا اللب ديال الباذنجان. عندي هنا بصله مويان قطعتها مربعات صغيره، عندي واحد الفص تاع الثوم، ورقه الغار، وهاد الروزمارينو. الروزمارينو هو اش كنقولوا ليه بالعربيه، هذا راه هانتوما نوريكم، انا نسيت سميتو بالعربيه. عندي هنايا مطيشه اللي مطحونه على هاد باش مطيشة طحنتها، وعندي هنايا موتزاريلا، موتزاريلا اللي ديك الموتزاريلا اللي بالما ديالها. عندي الملح وعندي الإبزار. فغادي نقليو هاد البصلة مع الباذنجان مع الكفته. هانتوما تشوفوا معايا الطريقه، هانتوما البنات. نسيت البنات هنا، نسيت ما قلتش لكم كاين زيت، شويه زيت البلديه اولا الزيت، الزيت اللي عندكم خاص زيت الروميه ماشي مشكل. فانايا هنايا كنخلطهم بجوج، كنخلط البلديه مع الروميه. هنا كندير واحد الفص تاع الثوم، كنزيد عليه هذيك البصله ديالنا اللي قطعتها مربعات صغيره، وهنا البنات في واحد القاميلة صغيرة ولا
او لا كاسروله او لا مقلاة اللي عندكم. غادي ناخذوا هاد الجميله او نضع فيها شويه الزيت البلديه، وغادي ندير فيها هذيك لا طوماط اللي طحنا، هذيك الطوماط اللي طحنا غنزيدوها هنايا ونخليوها تبخ مع هاد الورقة الغار ومع هاد الروزمارين. فهنا غادي نغطيهم ونخليهم يتبخو بما طاحت لينا هاد البصلة ديالنا مزيان. هنايا البنات هاد لاصوص غنزيدو عليها نسموها بشويه ديال الابزار، نعطيوها شويه المذاق ديال الابزار والملح على حساب الذوق، ونغطيوها نخليوها حتى طيب لينا واحد شويه. انا هنايا باللي بعد ما قرب لكم الكاميرا نرجع هذا المرطيب، فمن بعد هنا ما طاحت لينا هذه البصله ديالنا غنزيد عليها هذا الباذنجان غندير ليه القليل من الملح كذلك، والقليل من الإبزار كما كتشوفوا، وغادي نغطيو عليه ونخليوه حتى يطيب لينا هذاك الدنجال ديالنا ورجع معكم. فالبنات هنايا من بعد ما طاح لينا هاد الدنجال ديالنا طاح خاصو يبقى يبانو فيه شويه تاع الطروفه، فهنا كنزيد عليه هاد الكفته هادي، غنزيد عليها هاد الكفته هادي، نزيد ليها شويه تاع الملح لانني كنضمضمت الملح اقل قليله قبل، فانا غنتسنى على هاد الكفته تشحر ليا مزيان مع هاد الباذنجان، وغادي نرجع لكم ان شاء الله نعمرو بها الباذنجان ان شاء الله. فانا البنات هنايا من بعد ما طاب ليا هاد الكفته وهاد الباذنجان وهاد البصله وطاب ليا هنايا لاصوص طوماط كما كتشوفوها هي، فدابا غنوريكم كيفاش غنعمرو بها هاد الباذنجان. فهنا البنات كناخذ هذيك لاصوص طوماط كنسكب منها القليل هنا لتحت، هنا لتحت في هاد الطاوه، وهنايا كنوضعوا الدنجال ديالنا كما كتشوفوا. فانا هنا غادي نبدا نعمر في هاد الدنجال ديالي بهذه الحشوة هذه،
كتشوفوا. فهنا من بعد ما عمرتها بهذا الحشو كنزيد عليها واحد الملعقه ديال هذا لاصوص من الفوق. فهاد الناس انا قلت لكم هذا راه سميتو اليزير بالعربيه، راني كنت كنتفكر في السميه ديالو. وهنا الناس من بعد ما درنا الحشو درنا هذيك لاصوص طوماط من فوق، فحنا كنحطو هاد كناخدو هاد الموتزاريلا وكنقطعوها هكا دوائر صغيرة كنديروها من الفوق باش ملي غندخلوها الفران هاد الموتزاريلا غدوب على هاد الباذنجان وغادي تعطي هنا واحد اللذة. جربوا البنات هادي وتفكروني راه كتجي فعلا كيجي مذاق لذيذ بزاف بزاف. فالبنات دابا غادي نغطيها بالبابي الومنيوم وغادي ندخلها للفرن على حرارة تقريبا 200 درجة. غادي نتسنى عليها واحد 20 دقيقة حتى يطيب ليا هذا الفنجان ديالي، وغادي نرجع معكم ان شاء الله. ومن بعد غادي نحيدوا هاد البابي الومنيوم ونخليوها تحمر واحد شويه في الفران، ومن بعد نشوفوا الطبق النهائي ان شاء الله. فالبنات هنايا من بعد ما طابت لينا هاد الدنجال ديالنا، فهانتوما انا غنوريكم على هاد الشكل. فهو كيجي على هذا الشكل، هانتوما عرفتش كيبان لكم مزيان، هانتوما الشكل النهائي ديالو. نقرب لكم الكاميرا بس اكثر. فهو البنات كيجي على هذا الشكل هانتوما، كيجي مذاق رائع ولذيذ. فكنتمنى تجربوا هذا الطبق هذا ويعجبكم، وإلا عجبكم البنات دعموني بلي لايك وابوني وبارطاجيو مع الأهل والأحباب باش يوصلكم الجديد ديالي.
شكرا شكرا، وإلى اللقاء في وصفة أخرى إن شاء الله.